اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رضى عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تألدت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهور للعين. هذا لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. وما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموضع استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. غير الأفكار ظهوره وظهر، فتعلقت همة الراكم بهذه الحروف ليركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. كانت الألسن لا تفي بعسر ميشار أو أوصاف ذلك الموصوف تشبيكا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تغرب الأقلام أنشئوني خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الهضرة الكريمة، ولا عجو التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهذه الأطيار تشهد في ليالي المولد، وبريق النور يبدو من معاني المدين. وهتي الأطيار تشهد في ليالي المولد، وبريق النور يبدو من معاني المدين. وبريق النور يبدو من Yeah.
مبصن مبصن مكبر جاله ولاله وقد أعدل الكلام له ثم حركته في الأنام بما استفاده فهو من صفات هذا العبد المهبوب الكامل صلى الله عليه وسمائه التي يسر سمائل وهناها السنى أن تثبت ما بلغ إلينا في سن هذا الحبيب من أفكار وأسرار ليتسرق في كتابته القلم والقرطاس فتنجح في يديك الأسماء والأبصار وقد بلغنا في حديث المسورة أن أول شيء خلقه الله ونور الموت في هذه السورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق فأخرج في العالم ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقبل صلى الله عليه وقد رجع عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله يا أبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بنوره صلى الله عليه وخبرنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد هذا رواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت سادة الأبدية لها ملاحظة وفيا اتصل من سعد بن البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فتجهز النور المبين الأسلام والبطون من صرفته من العالمين فتلقت هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى عشر للمؤمن الكريم إلا من زاد تكريم أبيه الكريم عبد الله بن العبد المتقر في ذي القدر العظيم أمه التي هي في مهاوف آمنة السيدة الكريمات آمنة فطلقه صلب عبد الله فطلقه إلى بدنها ودمته أسوها بمعونة لا محافظة على هاك هذه درة وصونها صلى الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد أنها هملا خفيفة لا تجد له صفرا ولا تسكو منه علما ولا عنا صلى الله عليه مر بعد سهري من همل وقروب وقته بروج إلى آلم سهالة إذا انبسط على أهل هذا آلام فيضة فلي فتنتشر في آثار مجري الصغير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأجمل منك لم ترى قد عيب وأطيب منك لم تلج النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء النبي وجميل
وَيَا مَنْ كَسَرَ
I'm
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب فعلت السماوات والأرض نوم فيهن بترحيب، والضرج الإلهي على أهل الوجود تفيج، وزنة الملائكة بتبشير للعالمين. دعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. والقدرة كشف الدين عن هذا المستور، ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، من يحضر عند وجعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السماد الممدور صلى الله عليه. وأمرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين فقسم الله له بالإشراف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. وهذا الوقت الذي رتب الله على ودوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامل المحمود مدعيا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. اللهم نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلاة الله عليك يا نبي سلام.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى ما كان من أخلاق وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بكر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجسد إذا دعاه المسكين أجره إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي تستعين منها فرائص الأقوياء من البرية صلى الله عليه. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مدرك عن زين الوجود أجمله في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه صلى الله عليه. تعالى مجدها أخذت على نفسها بعنانه وقد انبسط الكلام في تدوين ما عفله العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المدرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عدة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر خدم كما يسر التقدير وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ولما نال الفكر من دراء الصابر محمدية وجودا من الله وتوسل سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشهور من الله فيه محمود من الله وتب عملي والعمل وتب مقبولا من الله Amin.
آمين يا الله. سيد المرسلين أمين الخالق الأمين آمين يا الله. هادي الذي عمد سنته العالمين آمين يا الله. سلمات لفتاة الكرام آمين يا الله. وطاف آمين يا الله. في سرك آمين يا الله. وعدك السلام آمين يا الله. أكبر آمين يا الله. في كل موطن من مواطن الغربة مدهر وشهد الله في بلادك وسيد فوش رشاتي ويهد الهداد سيد القومين أشرف الثقلين المحبوب الخالص أما سوشيك الأجل الخاصص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه يا جارة القتال فيه من أحبابه آمين يا الله. صل إليك بشرف مقام عظيم آمين يا الله. لاهدنا بحراقتنا وسكناتنا بعين عنايتك آمين يا الله. ونظرنا في جميع أكوارنا وتكرمنا بجميع عنايتك آمين يا الله رب العالمين. وأسير وجاهتك آمين يا الله. تكلمنا من شرف الوصول إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمين آمين يا الله. تحركنا فيه من نياتنا وعمالنا آمين يا رب. وتجعلنا في عمرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه والسالكين لبيك الحبيب من المعطين لبيك من الحاضرين. اللهم لنا أطمئن في رحمتك خاصة ولا تهرمنا آمين يا رب. ودونت يمينك هي وسيلتنا إليك ولا تحيدنا آمين يا رب. ومنك وبرسلك وهي به من الدين امين يا رب. وجعلنا به اليك مستشفين امين يا رب. وعرف المذنب منا بالقربان والمسير بالاحسان سائرا بما سال ومؤمنا بما قال امين يا رب. المسلمين والمسلمات والمؤمنات في جميع الجهات وعلم عبدين في جميع الأمطار مشهورة وعلم الإسلام لمن يبلغ آمين يا الله. مأمنا رسول آمين يا الله. آمين. آمين. اغفر للمذنبين آمين. وغفر توبة التائبين آمين. وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين آمين. وفي شر محمد الظالمين آمين. وشد العزل بولدك في جميع النواهي والأبطال آمين يا الله. ونسرين على من المنافقين والكفار آمين يا الله. يا ربي أسير عزيز الجميل بلايا آمين يا الله. يا ربي خلد عزيز الجميل بلايا آمين يا الله. من الجنود والرقايا آمين يا الله. بطاعتك وسرك في حرمتك غائب آمين يا الله. وتوفنا مسلمين آمين يا الله. وطلنا منك بخير أجمعين آمين يا الله. آمين. وقلوب آمين يا الله. وصبوا يوم الأيمان سوكم ويرجعون لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.